السلام عليكم. اليوم عندنا درس بسيط جدا للمبتدئين من ضمن Fundamental of Petroleum Engineering، يعني من ضمن أساسيات هندسة النفط. احنا كيف نحفر البير وكيف عمليات الواير لاين تزامن مع عمليات الحفر، يعني اللوج ينزل مع عمليات الحفر. وموضوعنا How to drill oil well. ماشي، اذا كانت عندنا هذا التارجت مالتنا الزون، شلون احنا راح نوصل بالحفر لهاي المنطقه وشلون نسوي لها عمليات الاكمال. باختصار يعني كبدايه، اول ما تحفر الهول ابو 36 هذا هو حفرناه، راح ننزل بعدها الكوندكتر بايب اللي هو ابو 30 انسمته. هاي بكل بساطه حفرنا الهول ابو 36، نزلنا الكوندكتر بايب، سوينا له عمليه تسميت. الهول اللي بعده ال 12، الهول اللي بعده راح يكون ابو 26 من نهايه الكيسنج. هذه هي الكيسنج، من نهايه حافه الكيسنج راح نحفر الهول ابو 26. واضح، نزلنا الكيسنج، كيسنج دائما توصل للسطح ابو 26، وسوينا عمليه تسميت ايضا للسطح. هذا الهول الثاني. الهول الثالث اللي بعده نحفره من نهايه الكيسنج الاخيره اللي هي ابو 20، حفرنا ال 17.5، هذا هو ال 17.5 هول حفرناه. بعدين من حفرناه نقدر ننزل واير لاين. طبعا الواير لاين باختلاف العقود، باختلاف الشركات، باختلاف الفيلد، بس بعضها ينزل بعضها ما ينزل. بس كسيكونس انا جاي اشرح انه الاوبن هول لازم تنزل بي لوج على الاقل جاما راي وكاليبر وسونيك. ليش كاليبر؟ حتى تعرف السمنت فوليوم. وليش جاما راي سونيك؟ حتى تعرف الفورميشن توبس على الاقل، يعني حتى لو بالهول اللي ما بي انتاج. واضح، تنزل كيسنج للسطح اللي هي 13 38 13 38 كيسنج، وبعدين تسمت للسطح وتنزل سي بي ال حتى تشيك عمليه التسميت مالتك ناجحه او لا. الهول الاخير دائما ايضا يحفر من نهايه 13 38 اللي هو 12.25 اوبن هول، ننزل واير لاين لوجات مال اوبن هول، بعدين ننزل عمليات الكيسنج. نزلنا الكيسنج، نسمت للسطح، ورا ما سمتنا للسطح ننزل سي بي ال نشيك عمليه التسميت بال 958. بعد خطوه واحده ونوصل للتارجت مالتنا. حفرنا الهول الاخير بال 8.5، هذا هو ال 8.5 اوبن هول لوجينج. ورا ما حفرناه ننزل واير لاين فول سيت لانه انتاجي. نزل لاينر، هالمرة الكيسنج مالتنا ما صعدت للسطح، سميناها لاينر تعلق بال 958. عملية التسميت راح تصير لحد التوب مال لاينر هانجر. واضح؟ كملت عملية الحفر. حتى ندخل البير للإنتاج نسوي عملية الكومبليشن الإكمال. فننزل التيوبنج، هذا هو التيوبنج الإنتاجي. ننزل الباكر، نجري عملية التثقيب، نربط البير للإنتاج. هذا ببساطة للمبتدئين من ضمن أساسيات هندسة النفط، وشكراً.